مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم خبر اليوم. كل سنه وحضراتكم بخير وسنه سعيده علينا كلنا. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم هنناقش اخر الاخبار وابرز الاحداث على الساحه المحليه والعربيه واكيد الدوليه. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير عليك يا اميره ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. خطة تنموية عملاقة تقوم بها الدولة في جميع المجالات والقطاعات. النهاردة الرئيس السيسي عقد اجتماع لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، موجها بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر. وده بيأتي بالتزامن مع افتتاحات ضخمة تشهدها محافظة سوهاج بكرة وافتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية التي تخدم صعيد مصر. بكل تأكيد يا أميرة التنمية في كل المجالات مستمرة، ويمكن ده كمان بيظهر معانا في مبادرة ابدأ بتهدف إلى توطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية. مبادرة ابدأ في مدة صغيرة استطاعت الوصول للعديد من المصانع اللي كان عندها مشاكل، سواء في تأخر إنهاء إجراءات المصانع مع الجهات الحكومية المختصة أو غيرها من المشاكل. ومنذ انطلاقها حرصت المبادرة على تمكين المنتج من استغلال الفرص التسويقية الحقيقية وحل المشاكل، سواء بقى كانت تكنولوجية أو تمويلية. عالميا التصعيد العسكري في أوكرانيا مستمر بقوة حتى مع دخول العام الجديد والذي كان قد اشتدت وتيرته خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة. هناك كثير من الآراء لدى العديد من الخبراء والمحللون وعلى رأسها أن الحرب التي تكاد تدخل عامها الثاني مقبلة على مرحلة تصعيد واسعة النطاق. لكن في البداية خلينا نبدأ حلقتنا بنشاط الرئيس السيسي. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، موجها بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر. واطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصة ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم وتطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي. وتم أيضا استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية وكذلك الحي الدبلوماسي والذي سيضم سفارات الدول الأجنبية ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لطيوة أركان حرب أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها ليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة. كما وجه السيد الرئيس بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط،
مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر. الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد، والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة. كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية، فضلا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما اطلع السيد الرئيس أيضا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء، لا سيما التصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير المطارات والمواني واستكمال الإنشاءات والمرافق بها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصة ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم، وكذا تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي. كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء، خاصة مطار العريش، والموقف التنفيذي لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات. تم كذلك استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الحي الدبلوماسي الذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر، حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية. الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، خاصة محور 26 من يوليو ومنطقة سفنكس المحيطة وكوبري تحيا مصر ومحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب كل من محور الضبعة والطريق الساحلي الدولي بقطاعاته المختلفة. كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجهود الهيئة الهندسية لاستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية المنتشرة على كافة رقعة الجمهورية. صعيد الخير، كما كلمة قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أصبحت واقع ملموس بنشوفه كل يوم من خلال مشروع يقام في محافظة من محافظات الصعيد. النهاردة قطار التنمية يواصل رحلته ليتوقف قليلا في محطة سوهاج. محافظة سوهاج حظيت باهتمام كبير جدا من قبل القادة السياسية، وشهدت تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، حاملا الدعم والحب والخير لها من كل المجالات. خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية الهامة، الرئيس قام بافتتاح محور كوبري جرجة العلوي على النيل، ومن بعده افتتح متحف سوهاج القومي وعدد من الوحدات السكنية بمدينة سوهاج الجديدة،
وبعدها افتتح محور كوبري طما العلوي على النيل عبر تقنية الفيديو كونفرنس. هذه المشروعات الهامة والحيوية غيرت وجه الواقع الحقيقي لمحافظة سوهاج وخلقت المئات من الفرص الحقيقية لكل شباب الصعيد، ووضعت حقيقي سوهاج على الخريطة السياحية، قربت المسافات بين الشرق والغرب، ربطت محافظة الصعيد ببعضها بكل سهولة، سهلت عملية التبادل التجاري، وفرت الوقت من خلال الطرق الكتيرة اللي شفناها. سوهاج على موعد مع افتتاح مشروع عملاق، مشروع ضخم يعد من أهم المشروعات التي كانت تنتظرها المحافظة طويلا، بل تنتظره كل محافظات الصعيد. المستشفى الجامعي الجديد، مستشفى كبيرة بمدينة سوهاج الجديدة، هذا الصرح العملاق أكيد هيوفر على أهالي الصعيد مشقة السفر لتلقي العلاج في محافظات الوجه البحري وغيرها من المحافظات. دلوقتي الصعيد أصبح عنده كل الإمكانيات لينطلق وينضم لقطار التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة. خلينا نتكلم عن المشروعات الجديدة ومن أبرزها المستشفى اللي تم إنشائها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام الكبير بالصعيد ومحافظاته. تم الانتهاء من هذا المشروع اللي كلف الدولة 178 مليون جنيه مليار و178 جنيه، وبيضم 47 سرير عناية مركزة و12 غرفة عمليات، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والتخصصات والمشروعات البحثية المختلفة. إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي، وبتقدم أفضل الخدمات العلاجية للمواطن السوهاجي بشكل خاص والمواطن الصعيدي بشكل عام. المستشفى بتتبوأ موقع متميز بمدينة سوهاج الجديدة، بيقام على مساحة 24 ألف متر مربع، مساحة كبيرة جدا، مقسمة إلى ثلاث مباني. المبنى الأول بيضم قسم الاستقبال والعيادات الخارجية، والثاني بالمبنى التعليمي بيخص بكلية الطب البشري، والثالث مبنى الخدمات، ويشمل كل الخدمات التي تقدمها المستشفى. المستشفى بتضم كافة الأقسام الموجودة بالمستشفيات الجامعية الأخرى خارج حدود المحافظة، وده طفرة كبيرة في تحسين وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة سوهاج وبالتحديد لأهالي الصعيد المجاورة. يقام الحرم الجامعي في جامعة سوهاج الجديدة على مساحة 1000 فدان، مخصص منها 750 فدان لمساحة المباني داخل الحرم و250 فدان لمساحة المزارع والمساحات الخضراء. لو هنتكلم مع حضراتكم عن الحرم الجامعي، الحرم بيضم 10 كليات، منها 7 كليات نظرية هي التجارة والتربية والأداب والزراعة والحقوق والألسن والتربية الرياضية، وثلاث كليات عملية وهي الهندسة والطب البيطري والحاسبات والذكاء الاصطناعي. بلغت عدد المشروعات التي تم تنفيذها بجامعة سوهاج 15 مشروعا، تضم مبنى للإدارة المركزية وملحقتها على مساحة 8500 متر بتكلفة 183.5 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مركز للمعلومات تم تأسيسه على أحدث النظم التكنولوجية الرفقة مع التعليم الرقمي لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يتكون من غرفتين رئيستين بتكلفة 14 مليون جنيه ويضم كل بيانات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، وجرى تأمينها ضد الحريق أو السرقة. وما زلنا مع أهلنا في الصعيد، حيث وضعت الحكومة المصرية خطة تنمية شاملة في الصعيد،
وتظهر ملامح الخطة بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التي تستهدف الحكومة منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهد القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعي هكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت إن خطة التنمية تولي اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يتوافق مع مقومات وخصائص وأولويات كل أقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية وملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم. وأشارت السعيد إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92.4 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55.2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22.1 مليار جنيه بنسبة 23.9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20.9% بقيمة حوالي 19.3 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة للإقليم بنسبة 28.6%، وتليها محافظة سوهاج بنسبة 25.7%، ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسبة متقاربة 18.2% و18%، وفي المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9.4%. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من سوهاج مراسلنا أحمد لطفي. أحمد مساء الخير وبرحب بيك في خبر اليوم. مساء الخير مشاهدي قناة أون، مساء الخير على زملائي الأعزاء في الاستوديو. أنا دلوقتي موجود على كورنيش سوهاج، الكورنيش اللي شهد تطوير خلال الفترة الأخيرة والشهور الأخيرة، وبقى فيه مقاعد للمشاة ومسارات للدرجات، وده قبل ساعات من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مستشفى سوهاج الجامعي، مستشفى سوهاج الجامعي اللي هتخدم كل الشباب وكل المواطنين في مواطن الصعيد وموجودين في نطاق المحافظة. تسمح لي يعني المستشفى في حد ذاتها هي بتساعد لو تسمح لي يعني يمكن الرئيس السيسي غدا هيفتتح عدد ضخم من المشروعات في محافظة سوهاج، يمكن أهمها كما ذكرت مستشفى سوهاج الجامعي. محتاجين نعرف أكتر عن ردود أفعال المواطنين بعد تطوير هذا المستشفى، يمكن كان حلم كبير جدا لكل مواطن الصعيد.
طبعا بالفعل يعني ردود افعال الناس جميله وسعيده بده، لانهم كانوا بيلجأوا لمحافظات الوجه البحري علشان يحصلوا على خدمات طبيه متميزه، فبالتالي ده سهل عليهم مشقه الوقت والمجهود والسفر في نفس الوقت ان هم يتجهوا الى محافظات الوجه البحري، وده بقى موجود جوه محافظه سوهاج ان هم يقدروا ان هم يحصلوا على خدمات طبيه متميزه في المحافظة نفسها. وده طبعا بيخلينا نرجع للمستشفى اللي بتضم حوالي 3 مباني، المبنى الاول هو مبنى العيادات الخارجية والاستقبال، والمبنى الثاني هو مبنى الخاص بكلية الطب البشري، والمبنى الثالث هو مبنى خدماتي بيخدم على المواطنين بشكل عام. كمان من ضمن الفعاليات بكرة إنشاء مشروعات بحثية وعلمية بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، والرئيس سيسي غدا هيتابع تنفيذ عدد كبير منها. إيه اللي هيبقى في انتظار الرئيس سيسي غدا من هذا الجانب؟ بالنسبة للمشروعات البحثية هي مشروعات مقدمة من تقريبا كلية الطب البشري الخاصة بالتفاعلات أو الشغل اللي بيحصل داخل كلية الطب البشري وما يقدمونه للمواطنين في المستشفى، خاصة هي مستشفى جامعية، المستشفى الجامعية بيكون فيها كوادر جامعية متميزة بتخليهم ان هم يقدروا يصرفوا أو يقدموا خدمات طبية متميزة. أبو حميد، يعني يمكن أكيد وأنت في أحد الأماكن المميزة لمدينة سوهاج، يمكن شوارع سوهاج مختلفة ومميزة وشعبها الطيب، أكيد رصدت ملامح الردود الأفعال، اتكلمت مع الناس، احكي لي، في حجم كبير جدا يا أحمد من المشروعات عندك في سوهاج اتعمل في وقت وجيز جدا واتعمل بشكل مختلف وشكل حضاري يليق بهذا الشعب الراقي، يعني احكي لي. بالتالي طبعا المشروعات التنموية الموجودة في محافظة سوهاج تحديدا هي مشروعات كبيرة، ومن ضمنها زي ما ذكرت في مقدمتك محور جرجة اللي سهل في الربط ما بين الشرق والغرب النيل، ومتحف سوهاج اللي بيضم وبيحوي آثار فريدة وفارقة في تاريخ مصر، وكمان عدد من الوحدات السكنية اللي فتحت في مشروع أو مدينة سوهاج الجديدة الخاصة بالإسكان الحر والإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز وإسكان محدود الدخل، وكمان مشروع ابن بيتك، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة اللي خصصت حوالي 60 مليار جنيه في مشروعات الصرف وري وتبطين الترع والكهرباء والغاز وإنشاء مدارس. في مشروعات كتيرة حصلت في خلال الفترة الأخيرة، ومنها برضو برنامج تكافل وكرامة الخاص بالأسر الأكثر احتياجا، ده كمان ساعد في تنمية مهارات المواطنين ودخولهم اليومية. وكذلك في عدد من المبادرات الرئاسية اللي شغالين عليها دلوقتي. طب لو رحنا لأهم مشهد بكرة، هي العدد الكبير جدا من الاستثمارات اللي تجاوزت 90 مليار جنيه، وبالتالي محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الجانب، واللي طبعا هتغطيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. طبعا الدكتورة هالة هتكون مشرفانا بكرة في المحافظة، وهيكون في عرض لجميع الاستثمارات اللي حصلت في خلال الفترة الأخيرة في محافظة سوهاج، والاستثمارات طبعا كتيرة جدا وبلغت مليارات الجنيهات في المحافظة نفسها، وفي نفس الوقت الجمهور أو المواطن لامس ده جدا ولامس تغيرات في سوهاج، لأنها هي طبعا تعتبر هي المحافظة اللي رابطة في إقليم جنوب الصعيد ما بين 4 محافظات، هي إنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر. أبو حميد، يعني آخر سؤال، لو توصف لي ملامح الحياة وردود الأفعال لزيارة فخامة الرئيس غدا لسوهاج، أكيد هناك مظاهر من السعادة والاستقبال الحي غدا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا ما سمعتش سؤالك كويس،
أنا بس تقريبا انت كنت بتكلمني على مظاهر البهجة. والاستقبال غدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سوهاج. سمعتني كويس يا أبو حميد؟ بصراحة أنا يعني الصوت تقريبا فيه مشكلة. طب أنا هكرر سؤالي يا أبو حميد، بقول لك غدا إن شاء الله حابب أعرف منك وتوصف لي حالة وملامح الحياة في سوهاج استقبالا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ردود الأفعال عند الشارع السوهاجي عامل إيه؟ نبض الشارع، الناس عندك هتشوف بكرة طبعا فخامة الرئيس الجميع، عبد الفتاح السيسي يعني. طبعا الجميع هنا المواطنين طبعا الجميع في سوهاج منتظرين رئيس عبد الفتاح السيسي للمناشدات والكلام مع السيد الرئيس بخصوص طبعا ما طور في محافظة سوهاج، وده طبعا الجمهور لمسه والمواطن لمسه بشكل كبير في مدن سوهاج وفي النجوع كمان وفي القرى، من طبعا بالتنسيق مع المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة، تكافل وكرامة. كل هذه المبادرات ساعدت في مظاهر البهجة والفرحة في بناء الإنسان، وده بيدفعنا للطريق إلى اللامركزية. وده دي الخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وهي التنمية الشاملة. الزميل العزيز أحمد لطفي مراسل قناة أون من سوهاج، بشكرك شكرا جزيلا. وضعت الحكومة المصرية خطة تنمية شاملة في الصعيد، وتظهر ملامح الخطة بقوة من خلال اتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التي تستهدف الحكومة منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة، التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعي، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعي. وللحديث أكثر ينضم إلينا هاتفين الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث. برحب بحضرتك في برنامج خبر اليوم. أهلا بحضرتك وكل المشاهدين. الرئيس السيسي هيفتتح غدا أنشطة كتير متعلقة بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة. إيه أهم وأبرز التطورات اللي بيشهدها القطاع الجامعي بالحرم الجامعي الجديد؟ هو احنا ان شاء الله باذن الله تعالى بكره في سوهاج عيد. هو العيد ده يعني شغال من اول ما عرفنا ان السيد الرئيس نزل سوهاج، وكل اهالي سوهاج طبعا ممتنين ومشكرين من اللي بيحصل في سوهاج من تنميه متقدمه شامله في كل المجالات. وزي ما حضراتكم قلتوا سوهاج كان ليها نصيب الاسد في حياه كريمه في المرحله الاولى. اما في الجامعه فالجامعه من اهم الاحداث، غدا ان شاء الله سيتم افتتاح مستشفى سوهاج الجامعي الجديد اللي هي موجودة في مدينة سوهاج الجديدة، وده صرح طبي كبير مميز، حيث أنه يضم أحدث الوسائل في التشخيص وفي إجراء العمليات. هذه المستشفى كلفت الدولة 1,100,000,000 جنيه، مقامة على 25,000 متر مربع، بها 3 مباني زي ما حضراتكم قلتوا. المبنى الرئيسي به سعة سريرية 600 سرير، في 120 سرير
نوعي، واقصد سريع نوعي يعني متخصص ما بين عنايات مركزه وعنايه مركزه للاطفال وعنايه مركزه للقلب وحضانات للاطفال وايضا غسيل كلوي اطفال وغسيل كلوي كبار، وبه دور للاستقبال وبه عيادات. واقصد بالسراير النوعيه هي السراير اللي محتاجها اهالينا في سوهاج وفي الصعيد، لانها هي التكلفه بتاعتها عاليه، طرق تشغيلها عالي، محتاجه اطباء اكفاء، محتاجه تمريض متدرب ومتميز. فهذه الخدمه ان شاء الله تعود بالنفع والخير والشفاء ان شاء الله المرضى اهالينا في سوهاج خاصه وفي جنوب الصعيد عامه. وبه المبنى الثاني مبنى الخدمات، والمبنى الثالث مبنى تعليمي به قاعتين للتدريس وبه فصول دراسية، 9 فصول تدريسية. فهذا المستشفى مستشفى كبير ومستشفى عملاق، تنضم إلى مجموعة مستشفيات جامعة سوهاج، وبالتالي يكون إجمالي عدد سراير مستشفى سوهاج الجامعة أو مستشفيات سوهاج الجامعية لما نضيف 300 يبقى إن شاء الله حوالي 1400 سرير. وإن شاء الله بإذن الله تعالى من المستهدف في كمان مبنى جراحات القلب والصدر وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام، وده إن شاء الله هيضم 250 سرير بإذن الله، وهو المبنى خلاص يعني في التشطيبات الأخيرة بإذن الله. من المتوقع أن يتم إن شاء الله تشغيله في خلال 3-4 شهور القادمة. فكل هذا خير إن شاء الله لرفع المعاناة عن أهالينا ومرضانا في سوهاج عامة خاصة وفي جنوب الصعيد عامة. أكيد. دكتور حسن، يعني لو في مشروعات حاجة يمكن أنت بتذكر لمجمعات القلب وغيرها، يمكن في مشروعات لسه دخلت حيز التنفيذ، وإيه اللي لسه قيد التنفيذ؟ هو القيد التنفيذ إن شاء الله هي المستشفى سوهاج الجامعة الجديد اللي الجديد إن شاء الله تفتتحها الريس بكرة على خير إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله القادم بإذن الله في مبنى موجود في المستشفى القديم في قلب مدينة سوهاج، وده ساعة فرارية إن شاء الله 250 سرير مكون من دور أرضي و7 أدوار متكرر، وده في جراحات قلب وصدر وجراحات مخ وأعصاب وجراحات عظام، يعني جراحات متقدمة بجانب الأجهزة التشخيصية اللي موجودة من أشعاعات ومن معامل تحليل ومن بنك دم. فده إضافة جديدة إن شاء الله الى مستشفيات سوهاج الجامعيه. طب لو تسمح لي دكتور حسان، يعني في محافظه سوهاج، لو تسمح لي ممكن اعرف القدره الاستيعابيه للمستشفى، تقدر تستقبل كم من الاعداد من المرضى في تصورك؟ انا قلت لحضرتك ان شاء الله باضافه هذا المبنى غدا هتكون هناك 1500 سرير في مستشفيات سوهاج الجامعيه. ممتاز. ما بين اقامه داخليه، ما بين عنايات مركزه، ما بين غسيل كلوي، ما بين مغتسلين، ما بين عمليات جراحيه وغرف عمليات ان شاء الله، ما بين طبعا اقسام مختلفه. احنا عندنا 22 قسم في مستشفيات سوهاج الجامعيه متنوعه، يعني كل الجراحات المتقدمه ان شاء الله باذن الله تعالى موجوده. وعندنا حتى في اقسام احنا تم انشائها في خلال السنتين الاخيرتين زي قسم جراحه الاطفال، وده انفصل من قسم الجراحه العامه وبه قسم مستقل وبه اطباء اكفاء ان شاء الله يستطيعون اجراء العمليات بغل في مستشفى جراحات اطفال كمان متكامل. الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعه سوهاج للدراسات العليا والبحوث، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء موجها التهنئة للبابا توادروس الثاني ولجميع المواطنين الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. وأكد مدبولي متابعته المستمرة لموقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع من الموانئ، حيث تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار منذ أول ديسمبر الماضي، مشددا على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، والتعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفات تصدر عن التجار الجشعين.
وللحديث اكثر ينضم الينا هاتفيا الكاتب الصحفي كمال ريان. برحب بحضرتك في برنامج خبر اليوم. اهلا وسهلا. في البدايه، ما هو تاثير الافراج عن 6.8 مليار دولار من البضائع في ديسمبر، ومدى تاثير الرقم ده على انتعاش الاقتصاد في الفتره القادمه؟ الحقيقه يعني بالفعل النهارده رئيس وزراء اعلن ان من اول ديسمبر حتى الان تم الافراج عن بضائع بقيمه اكثر من 6.8 مليار دولار. الحقيقه طبعا الافراج عن هذه البضائع هيكون ليه تاثير اولا على توافر السلع والمنتجات، وبالتاكيد طبعا توافر السلع والمنتجات يعني او وجودها بوفره معناها انخفاض الاسعار، لان طبعا حضرتك عارفه ان احنا بنعتمد حاليا على قوى العرض والطلب، اليات السوق، فكلما توفرت البضائع والمنتجات كلما توفرت كلما قلت الاسعار او انخفضت الاسعار. بالاضافه لذلك طبعا سرعه الافراج طبعا يعني ان التكلفه اللي كانت بتحملها المستوردين نتيجه وجود هذه البضائع في الموانئ طبعا بتقل التكلفه، لان طبعا البضائع يتم الافراج عنها بسرعه، فده بيقلل التكلفه ايضا تكلفه المنتجات. واحنا هنا بقى مش بنتكلم فقط عن السلع الغذائيه، لكن بنتكلم ايضا عن الاولويات اللي حددتها الحكومه، السلع الغذائيه وفيه كمان الادويه وفيه مستلزمات الانتاج. ولما بنتكلم عن مستلزمات الانتاج ايضا بنتكلم عن المستلزمات اللازمه لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، ويمكن الحكومه اعلنت ان هي بتستهدف تشغيل المصانع باقصى طاقتها. تشغيل المصانع باقصى طاقتها يعني ايضا توافر منتجات هذه المصانع، ضخ المزيد منتجات في الاسواق، وفي نفس الوقت طبعا يعني الحفاظ على العمالة وتوفير المزيد من فرص العمل لما المصانع بتعمل بكل طاقتها. يعني أيضا أن هي بتفتح المجال أمام صناعات جديدة، مستلزمات الإنتاج مهمة لتشغيل أي مصانع جديدة. فالحقيقة عشان كده الحكومة بتعطي أولوية كبيرة للإفراج عن السلع والمنتجات الموجودة في الموانئ. النهاردة رئيس الوزراء كان بيتكلم أن هو بيعقد اجتماع كل يومين بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، خاصة طبعا زي ما قلنا السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج والأدوية. أشار أيضا إلى أن التنسيق مستمر ما بين كل الوزارات ومع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن البضائع أولا بأول، وإن شاء الله يعني كما أكد قريبا إن شاء الله يكون تم الإفراج عن كل البضائع الموجودة في الموانئ. أستاذ كمال، إحنا في بداية العام، هل هناك مزيد من الإفراج الجمركي للبضائع؟ وهل برأيك يعني إمتى نقدر نقول إن الإفراج عن البضائع وصل لحالة من الإفراج الطبيعي؟ الحقيقة الحكومة قبل كده كانت يعني حددت إن خلال شهرين طبعا يعني ده قبل ما تبدأ عمليات الإفراج المكثف اللي بتتم هيكون تم يعني انتهاء من هذا الموضوع تماما، ويكون خلاص كده مفيش أي بضائع موجودة في المواني لم يتم الإفراج عنها. يمكن رئيس الوزراء أعلن طبعا إن طبعا إحنا بنتكلم عن حاجات اللي كانت متراكمة، لكن طبعا استيراد البضائع مستمر على طول من برا، حركة البضائع لا تتوقف. لكن الحكومة أيضا الحقيقة قدمت يعني مش بس الإفراج، لكن قدمت تيسيرات أخرى للموردين، زي طبعا توفير الدولار أصبح متوفر حاليا في تنسيق تم بين الحكومة والبنك المركزي، أصبح ما فيش مشكلة. أيضا السداد المتأخرات اللي كانت على الموردين في الخارج، تيسير الإجراءات وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والاعتماد على مستندات الصرف، ايضا ده كان ليه الحقيقه دور في الانفراجه. كل ده ان شاء الله يعني هيجعل ان قريبا حركه الاستيراد البضائع والمنتجات هتكون بشكل طبيعي جدا، ومفيش اي تراكمات في الموانئ بعد ان تنتهي الحكومه من البضائع اللي كانت قد تراكمت قبل ذلك، لكن تمت معالجه الاسباب وقريبا هتكون الحركه طبيعيه جدا. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي كمال ريان. مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، برحب بحضراتكم من جديد. تحت عنوان اين يوجد جو دافئ في يناير، افضل وجهات لقضاء عطلات مشمسه في شتاء 2023. وضعت صحيفه ذا صن البريطانيه قائمه بوجهات دافئه يمكن للبريطانيين قضاء عطلاتهم فيها والاستمتاع بشمس الشتاء الدافئه،
وتقول الصحيفة إنه مع انخفاض درجات الحرارة وانتهاء احتفالات عيد الميلاد يمكن أن يكون قضاء شهر يناير في المملكة المتحدة أمرا كئيبا، لذا تقدم لهم وجهات دافئة حول العالم مثل مصر. ونقلت عن مكتب الأرصاد الجوية أفضل وجهات لقضاء العطلات في شهر يناير، وأوضحت الصحيفة أن متوسط درجة الحرارة في مصر هو 19 درجة مئوية، لافتة إلى أن مصر هي وجهة شهيرة للبريطانيين على مدار العام لكونها مكان رائع للاستمتاع ببعض شمس الشتاء. وتستغرق الرحلة إلى هنا 4 ساعات، واحدة من الوجهات الأكثر في القائمة ووجهة مفضلة للأشخاص الذين يرغبون لقضاء عطلة قريبة من البلاد. وللمزيد وأكثر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عاطف عبد اللطيف خبير السياحة الدولي. دكتور برحب بيك في خبر اليوم، وأكيد يعني إشادة كبيرة من صحيفة ذا صن بحجم هذه الإشادة لزيارة مصر من خلال المواطنين البريطانيين. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. والحقيقة السنة دي أو تقدر تقول حضرتك الموسم دوت موسم جميل ويعني مليء بالجنسيات المختلفة اللي موجودة في بلدنا بشكل كبير. يعني الحقيقة في تنوع كبير، بس مش من السوق الإنجليزي بس، لكن السوق الإنجليزي طبعا كتير منهم جم الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، لكن كمان السوق الألماني أو الألمان يعني الحقيقة عدد رحلات كبير جدا وصل الفترة اللي فاتت، نتيجة طبعا أولا للأمن والأمان والاستقرار في بلدنا الحمد لله، إلى جانب كمان الجو الجميل، إلى جانب كمان الرحلات اللي سعرها مناسب بالنسبة للسياحة الألمانية أو الإنجليزية أو الأوروبية عامة، بتعتبر مصر سعرها سعر مناسب وسعر كويس جدا إن هم يقضوا أجازات، حتى أجازات طويلة ممكن بتوصل لغاية أسبوعين. اللطيف والجميل كمان دلوقتي إن الأقصر وأسوان مفيش فيها غرفة فاضية، يعني الأقصر وأسوان الحقيقة والمراكب السياحية أو المراكب العائمة أو الفنادق العائمة الحقيقة كمان الحقيقة كاملة العدد. ممتاز. ده يدل على شيء، بيدل على إن اتعمل شغل كويس الفترة اللي فاتت سواء من الجهاز الحكومي أو الجهة الإدارية سواء وزارة السياحة أو الدولة، وفرت كل سبل الأمن والأمان والاستقرار وتطوير البنية التحتية اللي حصلت في مصر كلها في ربوع مصر. الحقيقة ده إدى دفعة قوية للسياحة، لأن السياحة عشان تيجي لازم بتوفر عناصر كتيرة، الأمن والأمان والاستقرار والجو والسعر المناسب والخدمة، لأن عندنا الخدمة كمان ارتفعت بشكل كبير، وخاصة بعد مؤتمر المناخ اللي نجح نجاح غير مسبوق الفترة اللي فاتت اللي كان منعقد في شرم الشيخ، وإدى صورة حلوة جدا جدا للعالم كله من ناحية التنظيم ومن ناحية الأداء ومن ناحية العدد من ملوك ورؤساء اللي جم بلدنا. الحقيقة كانت حاجة مشرفة جدا 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 لبلدنا، ده اللي شجع السياحة الأوروبية بالذات، عشان طبعا هم هناك في شتاء قارس جدا، في ارتفاع في الأسعار الطاقة والوقود عالي جدا، فهم النهاردة بدأوا كلهم ييجوا الفترة اللي فاتت ديت، يعني يمكن آخر شهرين دولت والسياحة ممتدة الفترة اللي جاية يمكن كمان لغاية آخر إبريل ولغاية مايو هيكون في الحقيقة سياحة عظيمة. وكمان اللطيف أو الجميل في الموسم دوت إن في إقامات طويلة، يعني في ناس بتقعد شهر دلوقتي، في ناس بتقعد أسبوعين، في ناس بتقعد 3 أسابيع نتيجة للجو هروبا من البرد القارس في أوروبا والثلج اللي نزل سواء في أوروبا أو في كندا وأمريكا والعواصف الثلجية وعدم الاستقرار الجو اللي موجود في العالم كله بالتأكيد. طب يا دكتور، ماذا ننتظر في الشتاء بالنسبة للخريطة السياحية في مصر وأبرز يعني الوجهات داخل مصر للسياح والأجانب؟ ننتظر بالنسبة للزيارات يعني وجهات السياحة عامة، وجهات السياحة عامة حضرتك شرم الشيخ طبعا، دهب، نويبع، حضرتك عندك مرسى علم، سيوة، عندك الأقصر وأسوان. السنة دي السياحة الكلاسيكية أو السياحة الثقافية زي ما بيطلق عليها الحقيقة كاملة العدد. عندك حضرتك النهاردة جاي بيجي من السوق الأسباني
أعداد كبيرة جدا وأعداد رائعة من السوق الأسباني اللي كان متوقف لسنوات. السياحة اليابانية كمان عادت إلى مصر. سياحة أمريكا اللاتينية موجودة، ما بقى عندنا سياحة من أمريكا اللاتينية، عندنا من التشيك، عندنا من بولندا، عندنا من جنسيات مختلفة، عوضت السياحة الروسية والأوكرانية اللي كانت يعني كان طبعا السياحة الروسية والأوكرانية كان أعداد كبيرة جدا، بيجي لنا يمكن 3 مليون و200 ألف سائح سنويا من السياحة الروسية. طبعا كل ده نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، طبعا ده يعني شبه اختفى، لكن الحمد لله ربنا عوضنا بأسواق كبيرة جدا، سواء السياحة الأوروبية أو السياحة من أمريكا اللاتينية. والسياحة الأسبانية كمان السنة دي عادت بقوة للمراكب، والسياحة الكلاسيكية استردت، أعتقد أنها استردت قوتها، رجعت تاني زي يمكن 2010. فأعتقد أن احنا الحمد لله إلى يعني ماشيين في طريق صح، وماشيين في خطة سليمة وخطة صح، أن هي زي ما قال معالي السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقال أن احنا عايزين نوصل في خلال بعد 3 سنوات إلى 30 مليون سائح، ونقدر نجيب 30 مليار دولار. مع التطور دوت ومع البنية التحتية اللي اتعملت والمطارات اللي اتعملت وشبكة الطرق اللي اتعملت، وطبعا ان احنا الفترة اللي جاية محتاجين برضو، هيبقى في دفعة قوية من الغرف جديدة تحت الانشاء موجودة هتستكمل في مراكب، يعني الحقيقة هتتبني الفترة اللي جاية في خلال السنتين او الثلاثة اللي جايين. سيادة الرئيس كمان كان امر بتوجيهات ان احنا يسهل كل صناعة الاتوبيسات المصرية، اللي هي احنا كل معظم الاتوبيسات دلوقتي السياحية اللي موجودة كلها صناعة مصرية 100%. كابتن الرئيس امر كمان بتوجيهات تسهيل كل الاجراءات للاتوبيسات وللميكروباصات والحاجات اللي بتصنع داخل مصر لخدمة السياحة، لان السياحة هي سياحة الامل، وهي السياحة يمكن تمرض لكن لا تموت الحقيقة. يعني ده املنا في ان هي لما بتتحرك السياحة، حضرتك بتتحرك اكتر من 72 صناعة، بتشغل عمالة كبيرة جدا، يمكن فوق 17 او 18 مليون مواطن بيشتغلوا في هذه المهنة، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، عمالة مباشرة وغير مباشرة في هذه الصناعة. السياحة صناعة عظيمة بتحرك صناعات معاها كبيرة جدا، بتقدر تجيب عملة سريعة للبلد، والعملة ديت احنا محتاجينها نجيب عشان نجيب مستلزمات انتاجنا ونجيب احتياجاتنا. فاعتقد ان السياحة هي الحصان الرابح او الحصان الاسود اللي هو بيقوله ان ده اللي هيكون الفترة اللي جاية، اللي هو نقدر نعتمد بشكل قوي، لان هو ده كمان احنا يعني بتعتبر صناعة السياحة صناعة تصديرية. يعني السياح اللي بيجوا الى جانب الدخل اللي بيدفعوه في الاقامه الفنادق والمراكب والحاجات بتاعتنا، كمان بييجوا يشتروا منتجاتنا. المنتجات بتاعتنا دي هما بيشتروها بالعمله الصعبه، بالدولار وباليورو وبكذا. فدي كمان بنحرك الصناعات اليدويه والصناعات المصريه، الى جانب ان المصانع كلها بتاعت بقى السيراميك والبلاط والقماش والخشب والكل والتكييفات، كل دي الفنادق بتحتاج حاجات كتير جدا جدا، والقرى السياحيه والدنيا دي كلها. بنحرك الاتوبيسات، بنحرك التاكسي، بنحرك الحنطور. يعني الاصغر واحد في شعب مصر لما السياحه بتتحرك هو كمان بيخش له رزق منها. يعني السياحه الرزق بتاعها بيتوزع، مش بيخش بس لاصحاب الفنادق او القرى السياحيه او هو اكيد زي ما حضرتك ذكرت، يعني الدوله وبكامل اجهزتها لا تدخر الجهد لدعم السياحه ومساندتها، وده اللي اكد عليه الرئيس السيسي في اغلب احاديثه. بنشكر الدكتور عاطف عبد اللطيف خبير السياحه الدولي، شكرا جزيلا.
انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة في 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. تسعى مبادرة ابدأ إلى تحقيق ثلاث أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وده هيكون من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاعات الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة. ويطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات، والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة. وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ إلى ثلاث محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب. وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة. وللحديث أكثر ينضم إلينا هاتفيا دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية. برحب بحضرتك في برنامج خبر اليوم. أهلا، إزي حضرتك؟ في البداية، مبادرة ابدأ من المبادرات الهامة جدا لتطوير الصناعة، إيه أبرز المراحل الخاصة بالمبادرة؟ أوكي، تمام. إحنا المبادرة تم إطلاقها تقريبا ثلاث شهور، كان أطلقها السيد الرئيس في مؤتمر اتحاد الصناعات، واحنا في خلال الثلاث شهور دول الحمد لله حققنا انجازات كتير على الارض. فتم تدشين مصانع جديده، في تم توطين صناعات لاول مره في مصر، هيكون مصانع لاول مره بتقام في مصر، وفي منها لاول مره في الشرق الاوسط. تم توقيع مشروعات ضخمه تحت مظله ابدا، والمصانع اللي تم افتتاحها بدات بالفعل في الانتاج. يعني مثلا تم تدشين مصنع لسمات فوسفات الكالسيوم ده في محافظة الدقهلية، تم تأسيس شركة سيليكون مصر وتوقيع مشروع السودا اش، دول من المشروعات الضخمة في قطاع البتروكيماويات. يعني المشروعين دول إن شاء الله هيوفروا حوالي مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية سنويا، يعني دول بس المشروعين دول. تم توقيع مصنع صمام امان الغاز برضو بالشراكه مع شركه اسبانيه هي كوبريسي، وبالشراكه مع شركات فريش والعربي، ده برضو مصنع لاول مره بيقام في مصر. في مصنع لمحركات وسائل النقل الخفيف ده هيتم افتتاحه الشهر ده ان شاء الله. كمان مصانع الوايلر كان السيد الرئيس، يعني كنا اتشرفنا من السيد الرئيس افتتاحها مع اطلاق المبادره دي. بالفعل بدات الانتاج وبالفعل بدات التوريد في المشروعات القوميه زي توشكا ومشروعات حياه كريمه. بكره ان شاء الله هيكون في مصنع للاحذيه والفندي هيتم افتتاحه في جرجا في سوهاج. وكمان بالتوازي كان لينا مجهودات كتير في دعم المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر في مختلف المحافظات، وكان لينا كمان جهود في محور التدريب في رفع كفاءه وانتاجيه العمال. استاذه دينا، لو تسمحي لي، يعني الى اي مدى المبادره بتقدر تنسق مع المشروعات الاجنبيه الموجوده داخل المبادره؟ يمكن يعني حضرتك بتقولي المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر وغيرها من المشروعات، لكن مهم جدا ان احنا نطمن على المشروعات الاجنبيه في هذه المبادره. تمام، يعني احنا فعلا دي من اكبر نقط القوه في المبادره، هي ان احنا بنسعى مش لتوطين الصناعه، بنسعى لتوطين التكنولوجيا. فاحنا بالفعل عندنا تقريبا 22 شريك اجنبي في اكثر من 12 دوله.
في مختلف القطاعات. احنا في منهم بيعملوا لنا نقل للتكنولوجيا، يعني بدون التكنولوجيا بتاعت خطوط الانتاج وبالفعل بيتم تصنيعها في مصر. ده حصل في المصانع بتاعت الوايلر فريد للطرمبات وللمحركات والمحابس المية. في منهم بناخد يعني رخصة مباشرة، وفي منهم بيبقى فيه استثمار أجنبي مباشر معانا، زي مثلا المصنع بتاع حوا. الشريك الصيني هو اللي مد المصنع بخطوط الانتاج. مثلا برضو في مصنع صمام أمان الغاز، الشركة الأسبانية كوبراسي هي اللي هتوفر خطوط الانتاج، فده بيعتبر برضو استثمار أجنبي مباشر. طب لو توضحي أكتر علاقة المبادرة بإيه؟ العميل الاجنبي او المستثمر الاجنبي بتتدخل حتى كمان في خطوط الانتاج، في انك بتذلل له كل العقبات، بتوفر له المتطلبات اللي هو عاوزها بالمواصفات اللي هو عاوزها، بتحل له المشاكل، ولا انت بتشتغلي بشكل بعيد شويه عن النقط دي؟ لا لا اكيد طبعا، يعني احنا دورنا الاساسي بيكون ان احنا بنشوف ايه التحديات ممتاز. اللي بتقابل المصنعين سواء المصريين طبعا او الشركاء الاجانب، وبنشوف ازاي ان احنا يعني بنبقى بنشتغل بالتنسيق مع كل الجهات المعنيه في الدوله. والحقيقه عندنا دعم كامل من رئاسه مجلس الوزراء، من الوزراء، من هيئه التنميه الصناعيه، من كل الجهات المعنيه بالصناعه في الدوله، علشان نحل كل التحديات اللي بتواجههم ونجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره. من تراخيص وكمان وغيرها من الازمات اللي بتواجه بعض الناس، كل حاجه انتوا بتشتغلوا عليها، صح؟ بالضبط، ده حقيقي. ويعني احنا برضو من اكثر الحاجات الكويسه اللي حصلت انه موضوع ان السيد الرئيس في مع اطلاق المبادره فتح الرخص الذهبيه لمده 3 شهور لكل المشروعات. مظبوط، دي برضو كانت من الحاجات المهمه جدا. استاذه دينا الدليل، عضو المبادره الوطنيه لتطوير الصناعات المصريه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بحفل توقيع اتفاقية مشروع المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر السياحي مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتمديد عقد نورس سكوير مول بمنطقة العالمين الجديدة. نتابع هذا التقرير ومنه لفاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. مؤتمر اليوم ده يعتبر إعلان لتوقيع الاتفاق على إدارة المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، اللي هي فيها جزء شمال المرحلة اللي تم افتتاحها اللي هي بتسمى منطقة الساحل، وجنوبا حتى كوبري قصر النيل. والحقيقة النهاردة الاحتفالية أو الحدث هو ده يعتبر امتداد للشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، وده الحقيقة اللي الدولة بتسعى ليه في المرحلة الحالية، هو زيادة دور القطاع الخاص سواء كان في مشاركته في تنفيذ المشروعات أو إدارة المشروعات، وده الأهم. المرحلة الأولى الحمد لله نجحت، وكان هدفها في المقام الأول المواطن المصري وجميع الشرائح الاجتماعية، وحدث يعني مجموعة من أو نظمة الشركة المشغلة مجموعة من الاحتفاليات والندوات والمؤتمرات في المرحلة الأولى، واللي هي كانت بتخاطب كل الشرائح الاجتماعية. وكان النجاح الخاص بالمرحلة الأولى كان لابد من امتداده في المرحلة الثانية، فإحنا بنتكلم على ان المرحله الثانيه هتكون متنوعه. المشروع بتاع ممشى اهل مصر فيز 1 فعلا ديستنيشن للناس، ان هي تروحوا وان هي تنبسط فيه وان هي تحتفل فيه في بالمناسبات، وان هو يبقى ديستنيشن ميكست يوز في كل الانواع، في ريستورانتس، كافيز، نايت لايف، انترتينمنت، في شراكات مع دار الاوبرا المصريه عشان الحفلات الثقافيه، في مؤتمرات استثماريه، في مؤتمرات بنوك، في فعلا مكان دلوقتي ديستنيشن لكل الميكس ديوز اللي احنا بندور عليه. حصل توقيع للمرحلة الثانية لممشى أهل مصر على كورنيش النيل بطول 3 كيلو تقريبا، يمتد من كوبري 15 مايو لحد كوبري قصر النيل، ودي المرحلة الثانية. ثانيا بنجدد اوريدي تمديد عقد نورث سكوير مول بالعالمين، بدل ما كان سيزن طويل الامد 10 سنين قدام. مؤتمر النهارده ده نتائج للممشى بتاع اهل مصر المرحله الاولى، ودي طبعا فكره سياده الرئيس وهو اللي حطها،
والهيئة الهندسية هي اللي نفذت، ومتابعة من معالي رئيس الوزراء وزير الإسكان وهيئة المجتمعات، وبالتعاون مع شركة سيتي إيدج طبعا وصلنا ان احنا بنعمل اجود خدمة بتتقدم للناس، لان الدولة عندها مشروعات قومية كبيرة وبتطلب دلوقتي بعوائد كبيرة المشروعات القومية عشان تخش في مشروعات قومية تانية. اهم حاجة المواطن بيبقى مبسوط، سواء بقى اللي بيبقى في الممشى من تحت، سواء الممشى من فوق، سواء التنزه، سواء whatever هي بتحصل ايه، بيلاقي امان وبيلاقي صيانة وبيلاقي نظافة وبيلاقي entertainment كل حاجة. مشاهدينا برحب بحضراتكم من جديد. على وقع التصعيد العسكري في أوكرانيا مع دخول العام الجديد والذي كان قد اشتدت وترته خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، يرى خبراء ومحللون أن الحرب التي تكاد تدخل عامها الثاني مقبلة على مرحلة تصعيد واسعة النطاق ترتكز خلال الشتاء على العمليات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل عن بعد، تمهيدا لحرب برية كبيرة قبيل حلول الربيع. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ قد حذر في هذا الصدد من هجوم روسي ضخم يتم التمهيد له، مطالبا بالاستعداد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا. ويرى مراقبون أن هذه التحذيرات الأطلسية المترافقة مع رفع كبير في وتيرة العمليات العسكرية إن من جانب موسكو التي وسعت نطاق استهدافاتها الصاروخية والجوية بداية العام الجديد، أو من جانب كييف التي قتلت خلال قصف بصواريخ هيمارس الأمريكية عشرات الجنود الروس في ماكيفكا بدونتسك، وما تبع ذلك من رد روسيا على لسان وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت الثلاثاء أن قواتها تمكنت من تحييد 400 جنديا أوكرانيا على جبهات القتال المختلفة، المؤشر على أن الحرب الأوكرانية تدخل مرحلة جديدة عنوانها التسعير وليس التهدئة خلال 2023. وحذر المراقبون من أن السيناريو الأرجح هو أن يشهد العام الحالي توسعا في العمليات الحربية في أوكرانيا بعد أشهر من تراجعها، خاصة مع الانسحاب الروسي من خيرسون. وللحديث أكثر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك في برنامج خبر اليوم. تحياتي لحضرتك أستاذة أميرة وكل المتابعين. زي ما حضرتك متابع أن المشهد ما زال مشتعل بين روسيا وأوكرانيا، شايف إزاي تحذير الناتو من هجوم روسي ضخم على وشك الحدوث؟ يعني ده لا جديدة فيه، لأنه الحرب هي مستمرة، واضح زي ما ذكرت فعلا وفي تصعيد، ليس هناك تهدئة على الإطلاق. كل الإمارات والشواهد تؤكد على أن كل يعني سائر وماض في طريقه، مزيد من التصعيد، مزيد من يعني في مزيد من الأسلحة، أسلحة أحدث الأسلحة على الجانبين، سواء كان من الروس أو سواء كان من نسبة للناتو، ودفع الولايات المتحدة لمزيد من الأسلحة لأوكرانيا. يعني في تدحرج من أعلى الجبل، جبل هذه العلاقات الدولية. أتصور أنه ده كله بينبئ وبيؤكد على فشل التنظيم الدولي، فشل هذه المنظمة الدولية في رسوب، يعني سقطت وأخفقت وفشلت هذه الصيغة الدولية، سواء الأمم المتحدة وتحديدا يعني مجلس الأمن المسؤول عن حفظ واستقرار السلم والأمن الدوليين. واضح يعني عجز مجلس الأمن، وواضح إخفاقه التام وخيبته الكبيرة في عدم يعني عدم استقرار الأوضاع، وعدم يعني إزالة هذا التوتر وهذه الحرب. الحرب بالعكس بتتدحرج وبتزيد وفي تصاعد مستمر، وإنه يعني الأيام المقبلة والشهور المقبلة كما ذكرت في المقدمة بتشهد على ذلك كله مزيد من التصعيد ما بين الجانبين. دكتور طارق، يعني أنت حضرتك شايف أن هناك مزيد من اشتعال لهذه الحرب في 2023، وهل يمكن من الطرفين أن يهدئ الوضع في الربع الثاني مثلا من هذا العام، ولا شايفها إزاي؟
أستاذ أحمد، يعني بالفعل زي ما بتقول كده، لا مفيش أي تهدئة، مفيش إلا التصعيد المستمر، إن الطرفين مصران على مزيد من التصعيد. كل الأخبار والتقارير بتقول كده، كل البيانات بتقول كده، كل يعني هذه الأسلحة، وبنشوف بنطالع هذه الأسلحة الفرق صوتية والبارجات والفرقطات وهذه الترسانات من أنواع، كل أنواع السلاح المتقدم عمالة يعني بتظهر وبتتراءى لينا في هذه الحرب. وهنا ده يعني عايز أقول أنه 2023 بتؤكد وبشكل رسمي يعني فشل وخيبة مجلس الأمن، يعني خيبة الأمل تمتطي، ليس الجمل، مش ركبة جمل فقط كما نقول في المثل، ولكنها يعني تمتطي ركبة الدب الروسي والحمار الأمريكي فيما يتعلق بين المسيطر دلوقتي هم الديمقراطيين ورمزهم الحمار. ولو كان هناك الفيل الجمهوريين أتصور أنه كان الأمر كان ممكن يبقى فيه ثمة اختلاف، ولكن واضح أنه خيبة الأمل تسيطر على المشهد الدولي، وواضح يعني عجز الأمم المتحدة وعجز الكبار في مجلس الأمن عن يعني تخفيف وعدم تصعيد هذه الحرب، وانهيار النظام العالمي الدولي، انهيار النظام العالمي أحادي القطب، وبات أكثر من قطب دلوقتي موجود على الساحة الدولية. كل ده بيؤكد وبيشي أنه بعد جائحة كورونا، بعد هذه الحرب في أوكرانيا، أنه في عالم جديد، عالم جديد له خطائط جديدة وله موازين قوة جديدة وله أوجه جديدة، مختلف تماما عن عالم ما قبل هذه الحرب في أوكرانيا. الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. يمكن انتهت حلقة مميزة جدا من الإنجازات، انتهت حلقة فيها قطار تنمية كبير يمتد إلى الصعيد. كنت سعيد ان انا معاك النهارده اميره. بالتاكيد يا احمد، وفي النهايه حابين نقول يعني كل عام وكل المصريين بخير وسعاده وتقدم. احنا في ايام كلها اعياد، يوم السبت ان شاء الله عيد الميلاد المجيد، كل سنه والاخوه الاقباط وكل المصريين بكل خير، وكل سنه وانت طيب يا احمد. وانت طيبه يا اميره، وكل مشاهدينا بخير، ومصر بعزه وكرامه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير في خبر اليوم.